عريف كسيت معلومات عام تنو الموقع الرسمي نو الموقع عمل تجاري لتأسيس 2003 الجوم التقنية الترتيب ليكسا 1993 30 نوفمبر 2017 المنظومة الاقتصادية المقر رئيسي سان لويس أوبيسبو تعديل مصدرية تعديل ويكي بيانات الحاسوب محمول الذي كان السبب في إنشاء الشركة لعدم توفر دليل إصلاح الخاص. إفكست هي شركة خاصات مقرها في سان لويس أوبيسبو بولاية كاليفورنيا. قام كاريال وينيز بتأسيس الشركة في عام 2003 وذلك بسبب عدم تمكنه العثور على دليل إصلاح لحاسوبه محمول أثناء لتحاقه في جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية. يعتبر نشاط الشركة هو بيع قطع الغيار ونشر طريقة إصلاح الأجهزة بشكل مجاني على الإنترنت. أيضا تقوم الشركة بتفكيك الأجهزة الاستهلاكية وعرض جميع القطع على الموقع. انظر إذا فعلها بنفسك الحق في إصلاح الإلكتروني المصادر. 20,171,430,494,405 تاريخ الاطلاع 30 نوفمبر 2017 مرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2017 وصلت خارجية الموقع الرسمية إفكست في المشاريع أشقيق تصور وملفات صوتية من كومنز.